اهلا وسهلا كالعاده مقرونه جديده روسيت جديده. المره هذه غوزي، المره اللي فاتت عملنا صوص بلونش، المره هذه غوزي مقرونه ياسر بنينه جدا. كيف كيف باش نعملوا الريغاتوني لي بات ارتيزانال الجدد نتاع لي بيدور. دونك ذقنا الفيستوني وتوا باش نذوقوا الريغاتوني ماري مونتي دونك بالشفغيت والشامبينيون صوص غوزي. حاجه هايله هايله. اسمع كل لي زانفيتي باش نسولهم حاجه نقول لكم عليه. باش نبداو؟ انا نعم بالمقرونه وين يا عيني يا عيني. لا سي تعلموا تهنيت عليهم. باهي دونك اول حاجه اللي هو اوب الماء نحطوا فيه شويه ملح ونخليوه يغلي على روحه. ما هو غلى. دونك اول حاجه باش ناخذوها اللي هي المقرونه. دونك عندنا ريغاتوني هذايا لي بات ارتيزانال جدد كيما قلت لكم نتاع لي بيدور. دونك مخدومين بالمول برونز كيما قاعدين تشوفوا التكستور الحرشه نتاع المقرونه وقعدوا برشا في السيساج بين 19 و 24 قاعدين يشيحوا. دونك هذاك علاش باش يعطيونا التكستور نتاع مقرونه ياسر بنينه وباش تقعد برشا. نحبكم تعلموها الحكايه هذه. تخرجوا المقرونه على الدنتي وتخليوها تكمل الكويسون نتاعها في الصوص هكاك المقرونه تشرب لنا بالكدا. اول حاجه باش نعملوها قلنا الماء نتاعنا يغلي، حطينا فيه شويه ملح بس ولا دونك نتبعوا الطون دو كويسون الصحيح نتاع المقرونه. دونك عندنا هوني 11 دقيقة، دونك 11 مينوت يلزمنا نتبعوا الكويسون صحيح باش تجينا مقرونة آل دينتي ونكملوا الكويسون في الصوص. أول حاجة باش نبداو بها اللي هي أوب شوية زيت الزيتونة، باهي، ومن بعد باش ناخذوا كيف كيف شوية شفرت. هنا أوب كيما قاعدين تشوفوا، شوية شفرت باش ناخذوا الشامبينيون فخي وباش نقصوه. فوالا كيما قاعدين تشوفوا. هوب بعد ما نظفناه وغسلناه وشيحناه باش ناخذوا شويه هوب هوب دونك ونسوتيوهم مع بعضهم شويه باش نحطوا شويه بركه ثوم. فوالا وريقتين احبق بازيليك فخي باش يسيب لنا البنة نتاع المقرونة. تبان حاجة الكل في لحظة. فوالا. الريحة ما بنا ديجا. ونخليوهم يتسوتيو شوية بركة. فاحنا اللي هو ساهل شوية فلفل أكحل كالعادة ما نحطو حتى شيء زايد وشوية بركة ملح. فوالا. وإذا كان نحبوا التوزويزة باش نزيدوا شكون ما يكلش الموزويزة؟ الهروس. نزيدوا شوية فلفل الشايح، شوية بيبيرونشينو. هذه صوص غوزي. وتوا باش نحطوا التومات بولي. دونك حبيت نقول لكم اللي الكاليتي نتاع المقرونة هذيا راهي ما تحبش برشا كطماطم معجونة وتحب شكل كتفلسيف برشا برشا وتقعد تغلي وكذا. لا. دونك حويجة هكا غفيني. غسيت سهله فيسع فيسع فوالا كيما قاعدين تشوفوا. حركنا المقرونه ولا حركناها المره الاولى وكيف كيف كان حبوا نزيدوا نحركوها المره الثانيه. كيما قاعدين تشوفوا هكا المقرونه نتاعنا قاعده تغلي كيما قلنا ديريكتومون في الصوص. لا نبردوها ولا نعملوا لها حتى شيء خاطر اذا كان بردنا المقرونه رانا مش نوقفوا لها الكويسون نتاعها. وإذا كان وقفنا الكويسون تاعها مش باش يجينا مقرونة بنينة. دونك هذاك علاش نقول لكم لي بات ارتيزانال باش تبعوا لي زاستيس هذوما راهو تجيكم مقرونة بنينة. ما نبردوش المقرونة، ما نحطوش الزيت في الماء اللي نطيبوا فيه المقرونة، نحطوا جوست شوية ملح هكا هاو، نخليو الصوص نتاعنا طيب ونهزوا المقرونة ديريكتومون من الماء حتى للصوص ونعاودوا نمرقوا شوية نعاونوها. نمرقوا شوية بالماء اللي طيبنا فيه خاطر هو اللي سايب لاميدون. فوالا كيما قاعدين تشوفوا توا بخيسك صوص طماط نتاعنا حاضرة. توا باش نزيدو شوية كخيم باش تولي لنا الصوص. استنى بربي لا شوية كخيم مش كيما قبيلة مش كيما قبيلة بيان سور. تولي لنا صوص غوزي. تحريكة صغيرة.
فوالاه هذه مشخشخه راه اي زعاد صوص غوزي. المقرونه نتاعنا حاضره طبعنا كويسون صحيح اللي هو 11 مينوت او ديريكت من الماء نتاع من نار تبقى النار. شو محليهم كيفاش غطسين غطسين في الصوص محليهم ولا ديريكت نحطوها ولا كيما قاعدين نشوفوا. دونك حطينا المقرونه ديريكت في الصوص ونخليوها اوب تشرب كيما قاعدين نشوفوا. نو 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 احنا الايطاليين راهو الايطاليانو. دونك نخليوها تشرب شويه نزيدو نكملو كويسون في الصوص وهكاك مقروناتنا بنينه. اوبا عرفتي اسمو عرفتك الصوص حتى لداخل ما لبنا بيه هكا يعني في بلا شيء.